اخر جمله معايا بس مقسومه شقين، ولازم بقى نرد ونوضح لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. تمام. الشق الاول متعلق بان اشتراك واتشيب بيبقى الاكونت واحد بس او جهاز واحد بس مش اكتر من واحد زي ما بعض المنصات الاخرى. والشق الثاني متعلق بالتسعير او قيمه الاشتراك الشهري لواتشيب. ارجو توضيحهم بقى بشكل متكامل. حلو جدا. طيب انا اولا لازم اقول لك ان فكره ان يكون في اكتر من اكونت على نفس الاشتراك تقنيا متاحه ونقدر نبقى موجوده دلوقتي واحنا بنتكلم تطرح في على واتش على القصه كلها تجاريه، بس تجاريه لانه للاسف الشديد المنصات العالميه اللي طرحها عدد اكتر من اكونت او اكتر من حساب على نفس الاشتراك بتعاني معاناه شديده من سوء الاستخدام في المنطقه العربيه بشكل عام، مش بتكلم على مصر بس. يعني هو النهارده بيقول اسمها فاميلي باكج، المفروض ان حضرتك عايز تقول انا هشترك ليا ولاسرتي، احنا ثلاث اربع افراد في نفس البيت فبندفع اشتراك مجمع وبنستفيد بيه. لكن اللي بيحصل واقع الامر ان اللي بيشتريه بتشتريه ناس بشكل غير قانوني، المفروض يشتريه للاستخدام الفردي، هو بيشتريه وبيروح يبيعه بعد كده. يعني عندك نزلت المحلات اللي موجوده في المناطق السكنيه الكثيفه شويه، نزلت بصيت على محلات اللي بتبيع بتشحن المحمول، بتلاقي بيبيع لك اشتراك من احد الخدمات دي بسعر شيرد يعني مقسمه، واخد اكونت شير اربعه وبيبيعه على ثمان افراد وارقام. فهي الفكره كلها هي محتاجه، احنا بنحاول وده قريبا جدا هنطرح يعني احد الحلول المقترحه انه يتواجد اكتر من حساب بس بشيء من الحوكمه انه ما يستخدمش تجاريا، فما بقاش بظلم الراجل اللي عايز يوفر فلوس ويتفرج هو والاسره باشتراك يعني اسره كامله عشان في حد غيره بيسيء استخدامه. ده ان شاء الله يكون في القريب العاجل نبدا نطرحه. الجزء الثاني متعلق بالتسعير. صدقني هو موضوع التسعير ده هو مش تسعير ان انت نفسك تبقى الاشتراك بكذا او مش بكذا، انت بتبص لها هي دوره. خلينا نقول ان المحتوى وصناعه ايا كان شكله عامل ازاي، كان زمان صناعه ومرتبطه بالتلفزيون فقط اصبح الديجيتال جزء منه. فانت بتبص النهارده انا مطلوب مني ان انا ابقى عندي بلاتفورم المستخدم مبسوط فيها فبيتفرج على كونتنت او محتوى قديم قوي زي ما النهارده عندنا روائع روائع. يعني انا بفخر الحمد لله الواحد تواجد في وقت موجود فيه هذا الكم من الكونتنت الجميل جدا من روائع التلفزيون المصري والسينما المصريه. لكن مطلوب منك ان انت تجيب المحتوى الجديد، والمحتوى الجديد مكلف جدا والناس عارفه تكلفته قد ايه، فانت مش عشان تحصل على حقوقه محتاج يبقى عندك استثمارات قويه، ثم مطلوب منك انك تنتج كونتنت قوي ينافس المنصات العالميه وينافس عشان يبقى عندك حاجه تقول للناس انا تعالى اشترك اتفرج. كل ده ليها تكلفه. تكلفه طبعا بتتطلب استثمار طويل الاجل، طبيعه الحال خدمه زي واتش محتاجه استثمار مده سنوات طويله جدا لما تقول انه حقق عائد او لا، لكن لازم تبقى شايف الدوره بتاعته. النهارده لو انا عايز انتج او يكون متواجد محتوى بالتكلفه الفلانيه متوقع عدد المستخدمين بالرقم الفلاني، بتروح لرقم اقل او تقول يبقى ساعتها الاشتراك في الرقم ده. لكن وما زال احنا السنه دي في 2020 كواتشت وفرنا اكتر من طريقه دفع واكتر من اتفاقيه تجاريه مع اكتر من شركه من شركات المحمول وفي القريب العاجل البنوك وشركات اخرى، بتوفر ما بين وسائل دفع يعني مختلفة عن عما نحن عندنا دلوقتي او اللي هو موجود بكريدت كارد او بطرق دفع الكاش، وكمان هي بتقدر توفر باشتراك مخفض للمشتركين بتوعها كنوع من انواع الخدمة للعملاء بتوعها. فهي مش قصة ان احنا السعر هو بنقول سعر عادل للصناعة، لانه في الاخر انت يهمك ان المنتج او الممثل او الشخص اللي عمل في الصناعة يرجع له عائد يخليه يعمل لنا محتوى افضل وافضل وافضل. وصدقني القصه لو انا لو واتشت الاشتراك بتاعها بواحد على 10 من الاشتراك الحالي ومش لاقي قيمه في اللي انت بتتفرج عليه مش هتدفع. هي القصه هنا، هل انت بتاخد قيمه جيده قصاد ما تدفعه، محتوى كويس وخدمه كويسه و و و ساعتها بنبدا نقول احنا في الكومبيتيشن. لكن على المستويات العالميه حتى احنا سعرنا العالمي اقل بكثير من الاسعار الاخرى سواء للمنصات الاقليميه او المنصات العالميه. فده شيء احنا برضو مش حاجه ثابته، احنا دايما بنبص اليات السوق وتكلفه المحتوى وتكلفه التشغيل، وانه مش مفروض ان انت تحقق عائد منه في اول سنه. احنا بنتكلم على لونج تيرم، يعني الناس برضو متخيله الموضوع تجاري ورقه وقلم قوي كده، بس بقول لك هو على لونج تيرم يعني. لكن بنسمع دايما للناس وبنسمع دايما للاختراعات اللي موجوده والمتاحه، وبنحاول نوجد بدائل كتيره زي عرض رمضان اللي احنا كنا شغالين بيه، يعني في عروض كتيره ممكن في الفترات القادمه ان شاء الله.